الكرام، حياكم الله. نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية بأبرز العناوين. المكلا تحضن نجوم اجتماعية بعنوان قوات النخبة الحضرمية والمجتمع. بيت التنمية يقيم ورشة عمل لمناصرة قضايا النساء المعلقة في المحاكم الابتدائية بالمكلا. لواء النخبة الحضرمي يدوج بطل لبطولة كرة الطائرة في منافسات وحدات المنطقة العسكرية الثانية. من الإجازة للتفصيل، أهلا بكم. كرم رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبد الله سالم النخعي قيادات الهجزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، ممثلة بمدير عام الأمن والشرطة العميد مبارك العوبثاني ومدراء الإدارات والوحدات وكذا قيادات الأجهزة العسكرية. ونظير جهودهم المبذولة والمثمرة في إنجاح تأمين انعقاد جلسات مجلس النواب بمدينة سيئون، وفي الحفل أشاد رئيس هيئة الأركان العامة بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية من خلال انتشارها وتأمينها مدينة سيئون وتنفيذ الخطة الأمنية لحماية انعقاد مجلس النواب وتحملهم عناء ضغط العمل والالتزام بالإجراءات الأمنية المكلف لهم، مشددا على ضرورة الاستمرار في رفع الجاهزية واليقظة الأمنية والتصدي لكل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار. أقيمت بمدينة المكلا الندوة المجتمعية النخبة الحضرمية والمجتمع، والتي نظمتها اللجنة المجتمعية المشكلة من منظمات المجتمع المدني ضمن حملة الوعي المجتمعي لإحياء المواقف والبطولات التي سطرها أبناء حضرموت لمقاومة وطرد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، وكذلك بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير المكلا وساحل حضرموت من سيطرة القاعدة، حيث تحدث في بداية الندوة مستشار محافظ حضرموت العميد ركن سليمان صالح بن غانم عن الجهود والمساعي التي بذلت من قبل القيادات العسكرية والمجتمعية بحضرموت وقوات التحالف العربي لتشكيل قوات النخبة الحضرمية، والتي كانت مهمتها الرئيسية تحرير المكلا ومديرية ساحل حضرموت من سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي. كما تطرق العميد ركن بن غانم إلى معركة تحرير المكلا والشجاعة والبسالة القتالية التي ظهرت قوات النخبة الحضرمية والتضحيات بذلها الشهداء من أجل وقف الظلم والاضطهاد عن أهلهم في المكلا والمناطق المجاورة لها. من جانبه أشار الدكتور عمر سالم باجردانة أحد المتضررين من التنظيم الإرهابي إلى مآسي ومظالم تنظيم القاعدة الإرهابي وجرائمه التي كان يمارسها ضد المواطنين ومقدار الدمار لطال مؤسسات الدولة. كما عرج الدكتور باجردانة عن الدور لعبته السلطة بالمحافظة ممثلة في محافظة حضرموت وما يقوم به من محاولة بناء وتحسين أداء مؤسسات الدولة التي دمرت خلال تلك الفترة. جرى بمدينة مكلا التوقيع على مذكرة تفاهم مشترك بين مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت ومؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي. وتتضمن المذكرة التعاون المشترك بين الجانبين بما يخدم النهوض والارتقاء بالتعليم الفني والمهني لمواكبة سوق العمل في ظل ما يشهده التعليم الفني والمهني من توسع في البرامج النوعية بكليات المجتمع والمعاهد المهنية والتقنية وتبني المواهب الإبداعية من الطلاب. وأشار الدكتور عبد الباقي الحفري بدور مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي في مساهمتها بمعالجة بعض المشكلات المجتمعية. وبدوره قال المهندس فهد عبد الله باعشن أن مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي ستسهم في تأهيل الكوادر وتحديد الاحتياجات والمساهمة في تطوير المناهج التعليمية وتطوير الورش التدريبية للمعاهد. اختتمت بمدينة سيئون الدورة التأسيسية في مجال الرعاية التكاملية لصحة الطفل التي نظمتها مؤسسة العون الإنساني والتنمية بإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء بتمويل من منظمة اليونسيف للطفولة العالمية. وتهدف الدورة إلى اكساب العاملين الصحيين في المواقع الصحية المستهدفة في 5 مديريات هي سيئون وتريم وساه ورماه والسوم إلى مهارات ومعارف عملية للعناية بالطفل لتقليل وتخفيض معدل الوفيات والمرض في المواليد الأطفال دون سن 5 من العمر. وتلقى 14 من الكوادر الصحية والوسطية المراكز والوحدات الصحية بالمديريات المستهدفة مفاهيم ومعارف نظرية وتطبيقية وعملية في مجال الرعاية التكاملية لصحة الطفل من قبل مدربي الدورة من الأطباء والمختصين في تلك الجوانب. تتواصل اليوم الثالث على التوالي الحملة الثانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجراحة وقسطرة القلب للأطفال بمركز نبض الحياة، حيث عمل الفريق الطبي السعودي والطاقم المحلي بمركز أمراض القلب الخيرية على إنجاز أكبر عدد من العمليات لينجز الفريق 3 عمليات قلب مفتوح و15 عملية قلب قسطرة علاجية. أقامت مؤسسة بيت التنمية بالمكلا ورشة عمل لمناصرة قضايا المرأة المعلقة في المحاكم الابتدائية ضمن حملة مناصرة قضايا النساء.
واستهدف الورشة اتحاد النساء اليمن والمحامين والمجتمع المدني، وأعطى مدير البرامج والمشاريع بالمؤسسة مصعب الفضلي تعريفا بأهداف المؤسسة ومجال عملها وخطة سير حملة المناصرة والهدف منها. وتطرقت منسقة الحملة المناصرة إلى إسهامات اتحاد النساء في تقديم العون القانوني، واستمعت لقصص النساء العالقة قضاياهن في المحاكم. وأشار مجموعة من المحامين عن تجاربهم في التطوع مع النساء المتضررات، وكذلك لحمايتهن من أي ضرر أو عنف قد يلحق بهن، وكذا حلقة الضغط التي يمارسها المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق وحريات النساء. من جانبها أكدت مديرة الشؤون القانونية في اتحاد نساء اليمن المحامية علياء الحامدي على استمرارية تقديم العون القانوني للنساء والسجينات. التقى المدير العام للشركة الحضرمية للخدمات الشيخ محمد بخيت النهدي برئيس مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي المهندس فهد عبد الله باعشن بالمكلا لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين. واستعرض رئيس مؤسسة حضرموت للاختراع المشاريع والأعمال والبرامج التعليمية تنفذتها المؤسسة لتدريب وتأهيل المخترعين والباحثين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وكذلك اكتشاف الموهوبين والمبدعين من الشباب والطلاب بالمدارس والجامعات، مشير إلى أن المؤسسة تحتضن قرابة 230 مخترعا وباحثا من حضرموت. وبدوره أبلى الشيخ محمد النهدي إعجابه بالمشاريع والبرامج تنفذتها المؤسسة واحتضانها للعقول المبتكرة، مشيدا بدور المؤسسة في خدمة المجتمع ومؤكدا دعمه للشباب المخترعين والمبدعين من أبناء حضرموت. توج الفريق الرياضي لكرة الطائرة في لواء النخبة الحضرمي بكأس بطولة الطائرة على حساب لواء الأحقاب بثلاثة أشواط مقابل شوط، تجرت في الصالة الرياضية بمنطقة خلف بالمكلا. ضمن منافسات الأنشطة والفعاليات يقيمها المنطقة العسكرية الثانية للوحدات العسكرية بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت تحت إشراف شعبة التوجيه المعنوي. وشهدت المباراة تنافسا قويا بين الفريقين، حيث استطاع لواء النخبة الحضرمي الفوز في الشوط الأول ب 27 نقطة مقابل 25 نقطة، فيما عاد الأحقاف في الشوط الثاني للمباراة وحسم الشوط لصالحه بمجموع 25 نقطة مقابل 16 نقطة للنخبة الحضرمي. وفي الشوط الثالث استطاع لواء النخبة بفوز ب 25 نقطة مقابل 20 نقطة للأحقاف. وفي الشوط الرابع حسم النخبة اللقاء وتوج بالبطولة بعد فوزه ب 27 نقطة مقابل 5 نقاط للأحقاف. دشن نادي التضامن الرياضي تدريبات الاستعدادية التحضيرية للاستحقاقات الكروية القادمة، وذلك بإجراء الحصة التدريبية الأولى في مراحل الإعداد الأولية تحت ملعب الفقيد برادي بالمكلا بقيادة المدرب الوطني الكابتن خالد صالح بن بريك. وشهد التدريب الأول مشاركة نجوم الفريق وعدد من اللاعبين الذين سيضيفون بحسب قناعة الجهاز الفني للفريق لتدعيم الصفوف واختيار الرديف البارز منهم. ويمر التضامن حاليا بأفضل مراحله من حيث الاستقرار الإداري والفني، تمكنت الفريق من تقديم مستويات كبيرة ونتائج إيجابية أثمرت بتحقيق بطولات كأس حضرموت السادسة وبطولتي القويزي والتحرير وكأس الذكرى الرابعة للفقيد حسين بن كربلوس التميمي ووصاف الدوري المجلس الانتقالي. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم من ختام نشرة هذا اليوم، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. المكلة تحضن لجنة مجتمعية بعنوان قوات النخبة الحضرمية والمجتمع. بيت التنمية يقيم ورشة عمل لمناصرة قضايا النساء المعلقة في المحاكم الابتدائية بالمكلا. لواء النخبة الحضرمي يدوج بطلا لبطولة كرة الطائرة في منافسات وحدات المنطقة العسكرية الثانية. ختام النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.